زياد جلست عندي زياد زياد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
بعد الساعة شو نص كان في قيلولة، بعدين هلا نجري مشان نحط غدا، رحنا على الجامعة بعدين نجري مشان نحط غدا بعدين ناكل، في عنا درس عقيدة أو شاشة بعدين في حسن مسلم. لا لا شعر قصيف كله من على استثناء الوعد الشيخ انه ما راح يحلق هون، بده يحلق بالبيت، واذا ما حلق بالبيت بالعطله في عقوبه شهر خدمه متتابعه. طيب اخواني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني نتابع برنامجنا كما تعلمون من بعد الغداء ان يسر الله، من بعد صلاه الظهر ان يسر الله سبحانه وتعالى، يعني نبدا يعني ببرنامج ترتيب المعهد الترتيب اليومي، وبعدها نبدا بفتره الغداء، وبعد ان ننتهي من الغداء نبدا بدرسنا. واليوم اخواني لدينا درس العقيده ان يسر الله سبحانه وتعالى، ناخذ البناء العقدي للجيل الصاعد، وبعدها أن يسر الله نتابع حفظ حصن المسلم والسراج تحضيرا وتسميعا أن يسر الله سبحانه وتعالى. من يذكر لنا تعريف العقيدة الذي كتبناه وذكرناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. شيخ انا شيخ Bye.